لم يختاروا الخروج من منازلهم ولم يحددوا لذلك موعدا. فجأة وجدت 250 أسرة نفسها في صحراء الحجارية البعيدة عن مدينة التعز ب 120 كيلومتر. وهناك اتخذت الأسر الهاربة من الصحراء موطنا ومن أغصان الأشجار سكنا. وهذا الحال الصورة أحسن من الكلام، ده واقع وباقي بين الأشجار كثير. تعود معظم هذه الأسر إلى منطقة الحريقية التابعة لمديرية ذباب، وهناك حيث توارثت العيش منذ مئات السنين. فقدت منازلها ودمرت معظم البيوت بفعل قصف الميليشيا الذي لا يتوقف. يعتقد الأهالي الذين توقفوا عن اعتبار أنفسهم محظوظين بالنجاة من الموت أن البقاء تحت القصف أرحم من الموت جوعا تحت أشعة الشمس وفوق حرارة الصحراء وحيث لا يعثر عليهم أحد. نزحنا من الحريقية لا منطقة الحجارية ولا مغاثة ولا مي ولا أي حاجة، ومقاطع منها كل العمل. يحتاجون كل شيء ولا يجدون ما يسد رمقهم بعد منعهم من الاصطياد الذي كان مصدر رزقهم الوحيد، ويضطرون للانتظار ساعات طويلة لإنضاج أطعمة ما كان لهم الاعتماد عليها في وقت غير هذا، كما يضطرون للسفر طويلا لإخبار الآخرين بوجودهم وأن تلك الصحراء التي عاشوا يتحدثون عنها كممر للقادمين من الجانب الأفريقي والهاربين من الحرب غدت موطنهم الجديد الذي أجبرتهم الميليشيا على الحياة فيه، وربما يجبرون على الموت فيه أيضا كما يقولون.